أشاد مواطنو حي الواسط في مدينة كركوك بالمشاريع الخدمية التي نفذتها إدارة المحافظة لأهل المنطقة. المواطنون أكدوا في تصريحات لفضائية كركوك أن ملامح التغيير باتت واضحة في أزقة المنطقة وساحاتها العامة والمتنزهات، فضلا عن مد شبكات الطاقة الكهربائية وتبليط الطرق وتوفير ساحات للعب الأطفال. أشاد المواطنون من سكنة الحي الواسطي جنوب مدينة كركوك بالمشاريع الخدمية التي قدمتها إدارة المحافظة لأهالي المنطقة، حيث بات سكان الحي يلمسون اليوم تلك التغييرات الجذرية التي حصلت في الحي. المتنزهات حلوة، التبليط زين حلو، ما بي أي إشكال، بس أكو بعض الملاحظات يعني نوجهها رسالة يعني المسؤولين أو غير المسؤولين اللي هم أهل المنطقة على مود هاي المتنزهات، العناية بيها يعني دائما، التعاون ويا المسؤولين ويا الحفاظ على الممتلكات. المتنزه هذا يفيد للاطفال والعوائل قاعد تجي هنا. كنا فد مره قبل يعني طين، حتى البيت كان بيه طين، بس الحمد لله هسه قبل ايام كان مطر، ما شاء الله مطر يعني بغزاره، ما شفنا لا مشكله لا انسدادات. أثنى أهالي الحي من الطلب على الشوارع المعبدة والمجاري الجيدة قياسا والأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس. مو بس الطلبة يعني حتى المارين، لأن هذا طرق رئيسية في المنطقة، وبالنسبة للمدارس والطلبة ساهم كثيرا في استمرار الدوام، لأن إذا انقطع هذا الطرق يعني معناتها الغيابات راح تكثر وتتقطع سير التدريسات، ولكن هذول الطرق أدى إلى سير سلس وبدون انقطاع وبدون غيابات، بالإضافة إلى أن الطلبة يوصلون إلى المدارس بشكل جيد ومحافظين على هندامهم ونظافتهم حتى الأمطار الغزيرة ما يأثر. بأنه بلطونا الشوارع اللي صارت، يعني هسه تحس شوية أكو كنظافة كبيئة زينة يعني واحد يقرأ بيها، المتنزهات اللي صارت، مستوصفات اللي دا تصير، يعني فشي حلو يعني راقي. أشكر إدارة المحافظة على اهتمامهم بينا نحن كأبناء مدينة كركوك وعلى التبليطات تصير والخدمات. بارحة المطر يعني اللي صار كان الواسطة بالقديم يعني مو هسه زينة، الحمد لله المجاري صايرة زينة والنهر يعني بلدية يشتغلون شغل زين، لو الواسطة باقية نفس القديمة ما هسه كان احنا غرقانين من زمان. الأزقة والساحات العامة والمتنزهات وكذلك مد شبكات الطاقة الكهربائية وإلغاء الأعمدة الثانوية فضلا عن توفر ساحات لعب الأطفال، كل ذلك موجود في الحي الواسطي والمشاريع مستمرة. نشد على المحافظة ونشكرهم ونشكر دائرة الكهرباء والسيد المحافظ على هذا المجهود، أدى إلى نصب إلى 3 محولات كهربائية بالمنطقة، مثل ما تشوفون هذا المشروع هسه جاي يشتغلونه، فمراحل الأخيرة بدأ يكمل به، ووعدنا إن شاء الله كهرباء تكون يعني جيدة بالمنطقة، وهاي الأسلاك مالته منصوبة لحد الآن، وبدأ بنصب أعمدة ضغط عالي للمنطقة. دأبت إدارة محافظة كركوك على تقديم أفضل المشاريع الخدمية لمواطنيها، حيث امتدت المشاريع في مختلف المناطق دون أي تمييز. فارس الماجد، فضائية كركوك.